هي ادينا الواحد اهلا بيكم معانا النهارده. زي ما انتم شايفين اهو الواحد لابس الماسك. الماسك على فكره يعني مهم جدا، يعني لما تخرجوا من البيت المفروض تلبسوا الماسك طول الوقت، لان ده هيحميكم. يعني انتم ما تعرفوش، يعني هو يمكن 95% من اللي بيجي لهم الكورونا بتمر على خير زي دور الانفلونزا، بس ما تعرفوش العذاب اللي بيمر فيه 5% اللي قاعدين في المستشفيات، واللي بس يعني 2 من 10 منهم اللي في الاخر بعد طول المدة دي بيفوقوا والباقي بيتوفاهم الله. فيعني لما نحس بالناس دول نقوم نعرف ان انا بلبس الماسك عشان احمي غيري، مش بس احمي نفسي. لو انا مش فارقه معايا طب احمي غيري. ففي الشهر الكريم اللي هو رمضان مهم جدا ان انا احس بالناس، احس بالمعامله. فهل يجوز صيام وانا مش هممني ان اذي غيري واذي الناس؟ ده سؤال فكروا انتوا، ربنا اعلم. يعني هل يجوز الصيام لو الواحد يقول لك خليها على الله كده ويلا؟ لا، يعني قطعا الانسان هنا لازم يحافظ على الناس التانية. انت ممكن تبقى صحتك كويسة وتضيع حد سنه كبير، والحد ده يمكن ما تعرفوش، يمكن في عيلة تانية، يمكن جار، يمكن في نفس المكان. فناس كتير جدا بتضيع مننا مجرد عشان ان في حد قابل حد قابل حد، والحد ده يعني يقول لك خليها على الله، مش فارقه، مش عارف ايه، او في تجمعات او في حاجات زي دي. انا عايز اتكلم على موضوع كده بالنسبه للارض بتاعتنا كده. عايز اتكلم عن امي، مش امي اللي ارحمها، امي اللي ارحمها هي اللي ربتني، وربنا يجعل مأواها الجنه. انا في أم تانية، أمنا كلنا اللي هي الأرض. الأرض دي هي أمنا الحقيقية. الأم الحقيقية دي بترعانا، وكل حاجة في حياتنا بتديها لنا وبتعلمنا، لكن برضو ليها دور إنها وهي بتعلمنا ان توجهنا للطريق الصحيح. وساعات غصب عنها بتضطر يعني تأدبنا لو احنا ما التزمناش بالطريق الصحيح، وبدون التأديب ما بنتصلحش. ولذلك مهم جدا ان الام تأدب اولادها عشان يطلعوا صالحين. الارض امنا، والأرض لقيتنا في السنين الأخيرة دي عمالين نبوظ في البيئة ونهدرها بلا مبالاة، ويعني مفيش حاجة فرقة معانا، ما عندناش أي قيم في التعامل مع البيئة ولا في التعامل مع المخلوقات التانية اللي موجودة على الأرض، ولا مع الحيوانات ولا مع الطيور ولا مع النباتات. خلاص كل القيم دي راحت واندثرت. فالأرض حزينة إنها شايفة أولادها بالشكل ده. يعني إزاي وصلنا للي إحنا فيه كده؟ فساعات الأرض مضطرة إنها تقدمنا لمصلحتنا. فأنتوا تخيلوا إن عصاية مسكتنا الأرض، ضربتنا بيها، الأرض بتضربنا بالعصاية لحد ما نتعلم. طبعا احنا مش مبسوطين من العصاية ومتضايقين من العصاية ونعيط من الضرب ونشتكي، لكن في الآخر بتقومنا ونطلع ناس كويسين.
الأرض هنا العصاية بتاعتها هي الكورونا. جت الكورونا في الأرض، هتقولوا لي دي نقمة، يعني ايه اللي هنستفيد ايه من الكورونا والكلام ده كله؟ لا بالعكس، دي مش نقمة. لما الأرض جابت لنا الكورونا مرة واحدة، نزل التلوث في البيئة في الأرض 40 إلى 50%. يعني في وباء الكورونا شفاء للأرض. شوفوا بقى اللي انتوا بتبصوله بالنسبة لنا مرض، لا ده دواء بيعالج الأرض. الأرض النهاردة كل يوم صحتها بتتحسن عن اليوم اللي قبلها نتيجة الدواء ده اللي هو الكورونا. فمفروض بعد ما الدواء ده خدناه وابتدينا نحس ان الارض بقت بصحتها تاني، ما نرجعش بعد كده ونبوظ الدنيا تاني عشان تضطر تجيب لنا ايه دواء تاني وعلقة اكبر شوية عشان نتعلم. بالعكس، احنا لازم نحمد ربنا ان احنا دلوقتي البيئة اتحسنت بين 40 و50%. عمرنا في حياتنا ما كنا هنعرف نعمل الكلام ده، بس حصل. يبقى لما نيجي نبتدي من صفر، البيئة خلاص اتحسنت، صحة الأرض اتحسنت، بقت صحتها كويسة، عايزين نبتدي من صفر. أبتدي إزاي؟ أبتدي أراعي القيم. أراعي القيم يعني إيه؟ قيم في التعامل مع الأرض، قيم النظافة، قيم إن أنا ما عدش أرمي الوساخة بتاعتي في مية النيل. عند قدماء المصريين كان من الأسئلة اللي الإنسان بيسأل عنها في القبر، هل لوثت مياه النيل؟ يعني ده كان يعتبر حاجة ما تدخلش الواحد الجنة لو لوث مياه النيل. احنا النهاردة لما لقينا مياه النيل لأول مرة من سنين بقت زرقاء وصافية. طيب ما نعرفش نفرض على المصانع اللي موجودة انها ما ترميش الفضلات بتاعتها في النيل، ولا المنشآت السياحية ولا الحاجات دي، ما نعرفش نخليها المجاري بتاعتها تروح في اي جهة بس ما تترميش في النيل. يعني ما نعرفش نخلي الناس ما ترميش الزبالة بتاعتها في الشوارع. يعني مفروض نبتدي نفوق شوية. يعني الناس دلوقتي مهما بنقول لهم حجر ومش حجر، بنشوفهم بينزلوا بالليل رغم الحظر، ألاقيهم بيتسحروا في ميادين وفي حتت كده. وبعدين أنا مش فارقة معايا بيتسحروا ما بيتسحروش لو المسافات بينهم بعيدة، بس اللي بيفرق معايا إيه؟ إن الناس دي لما بتقوم بنيجي الصبح بنلاقي المكان اللي اتسحروا فيه مزبلة، كمية الزبالة اللي سايبينها في الأرض والأكل اللي مرمي وكل الحاجات دي، يعني مزبلة ما بيلموش وراهم. طب وانتوا عشان تتسحروا لازم ترموا زبالتكوا في كل حتة؟ ما تحطوها في كياس، ما تلموها في حاجة. يعني حاجات بسيطة كده لازم نتعلمها، وإلا يا جماعة الأرض هتضطر تدينا علقة بعد علقة، لأن الأرض هي أمنا وهي المخلوق الأقوى، مش هتسيبنا نبهدلها ونضيع صحتها وفي الآخر ما هي لو ماتت مش هنعيش إحنا، لو ماتت إحنا ميتين معاها. بس هل هي هتسيبنا إحنا اللي نموتها ولا هتدافع عن نفسها؟ فيا جماعة اعرفوا ان الكورونا دي يعني هدية من ربنا،
وحاجة ربنا بعتها لنا من رحمته عشان صحة أمنا الأرض. وفي صحة أمنا الأرض صحتنا في المستقبل. يعني ده اللي احنا مش عارفينه. احنا فاكرين ان لما نزود التلوث في البيئة يعني احنا في الآخر خالص مش هنتأثر. طب ما احنا جزء من البيئة. فيعني غريبة ان الانسان يموت نفسه بنفسه. وبعدين لو الانسان موت نفسه بنفسه الارض مش هتموت. الارض هتعيش ويمكن هتعيش بمخلوقات تانية تحترمها اكتر ما المرحوم الانسان احترمها. ويمكن هو ده الحكمة الالهية. فيا جماعة في يعني في العشرة الأخيرة من رمضان في وقت النور دخلوا الحكمة الإلهية لقلوبكم واعرفوا إن الكورونا دي يعني خير من عند ربنا. والخير ده في إصلاح كامل للبشرية ولصحة الأرض. فأرجو إن نتعلم الدرس وربنا يكرمنا إن شاء الله. وإلى لقاء آخر.